في هذا الفيديو اللي هو تكملة للفيديوهات السابقة ضمن سلسلة كونيات. أيضا يعني هذه السلسلة تتكلم عن نظريات علم الكون وإشكالات هذه النظريات. على أي حال اليوم سنتكلم عن يعني عنوان هذا الفيديو سيكون مزيد من إنجازات علم الكون وصعوباته. مزيد من إنجازات علم الكون وصعوباته، في صعوبات كبيرة ولكن أيضا في إنجازات كبيرة، وهذا هو الذي يعطي دفعا ودفقا لهذا العلم. هذا العلم الآن أضحى علما دقيقا بمعنى الكلمة، شأنه شأن كل فروع الفيزياء والكيمياء، يعني علم دقيق بمعنى الكلمة، يرتبط فيه التنظير الرياضي المحكم ارتكازا إلى نظريات الفيزياء الرئيسية مع المشاهدات الدقيقة جدا والتي تزداد دقة. طيب الآن أولا يعني سأتكلم عن يعني البند الأول سيكون حول الثابت الكوني. مرة أخرى هذا خلق إشكالات كبيرة، سنرى طبيعة هذه الإشكالات. الثابت الكوني كما سبق وقلت، أينشتاين أدخل الثابت الكوني في معادلاته في النسبية العامة لكي يحصل على كون استاتيكي أو سكوني لا يتمدد مكانه ولا يتقلص، لأنه وجد أن نظرية النسبية العامة أعطته حلولا كونية إما متمددة وإما متقلصة، ولم يعجبه ذلك لأنه ظن أن ذلك يتعارض مع المشاهدات، ولذلك حاول في الواقع يعني أدخل الثابت الكوني لكي يحافظ على كونه مستقرا أو على مكانه مستقرا، لكن تبين لاحقا، ظن ذلك ولكن تبين لاحقا أن الأمر ليس كذلك. حتى مع وجود الثابت الكوني يظل المكان الكوني غير مستقر كما بين أدينغتون وآخرون لاحقا. وطبعا أينشتاين ظن أن الثابت الكوني كان غلطة كبيرة، ربما أكبر غلطة ارتكبها، لكن لماتر ظل يستعمل الثابت الكوني، يعني لم يتخلى عن الثابت الكوني، بل وأعطاه معنى الطاقة الداكنة، يعني ربطه بالمكان وليس بالمادة، وقال إنها إن الثابت الكوني يعبر عن قوة تنافر شديدة موجودة في قلب الزمكان أو في قلب المكان في قلب الخلاء. والآن نسمي الثابت الكوني الطاقة الداكنة دارك انرجي، ولكن ثابت الكون في الواقع يعني تم قياسه بدقة، طبعا اتضح فيما بعد أنه موجود، أنه لا يساوي صفرا، خصوصا عام 1998 عندما بيّنت المشاهدات الدقيقة أن التمدد يتسارع، وهذا كان غريبا جدا، كيف يتسارع؟ أن الكون يتسارع، أن التمدد يتسارع، يعني كان يظن أن مادة أن جاذبية المادة الكون ستظل تؤثر في اتجاه معاكس، أي ستؤثر على التمدد في اتجاه أن يقل لا أن يزداد. وكانت مفاجأة كبيرة عام 1998 عندما تبين أن التمدد يتسارع. فهون اضطر العلماء إلى الاستعانة بالثابت الكوني الذي يؤدي في الواقع إلى هذا التسارع، يعني لأنه قوة نافرة وهذه القوة تؤدي إلى هذا التسارع. فإذا رد الاعتبار إلى الثابت الكوني أو إلى الطاقة الداكنة. ولكن أيضا من القياسات الدقيقة لإشعاع الخلفية نستطيع أن نقول أنه حوالي 70% من طاقة الكون هي طاقة داكنة، فقط 25 بحوالي 25% مادة داكنة، قد نتطرق إليها في فيديوهات لاحقة، وحوالي 5% فقط هي المادة المألوفة أو المعتادين عليها، مادة
أجسامنا، مادة أرضنا، مادة النجوم، مادة المجرات التي نراها، المادة المرئية إن شئتم، حوالي 5%، وهي أيضا شكلت يعني نوعا من الدهشة. الآن شو المشكلة في الثابت الكوني؟ يعني نريد أن في هناك في الواقع مشكلتان أو مشكلة رئيسية في الثابت الكوني. الآن إذا ربطنا الثابت الكوني في المكان، في الخلاء، فاكيوم، إذا ربطناه في الفاكيوم بالخلاء، طبعا هو من الواضح أنه ليس مرتبطا بالمادة، يعني لا تؤثر الجسيمات بثابت كوني على بعضها بعضا، وإنما هو في الواقع المكان نفسه، يعني مرتبط بالمكان نفسه. إذا كان الأمر كذلك، إذا يمكن استعمال نظرية المادة في اشتقاقه. وعندما أقول نظرية المادة أعني الأنموذج المعياري، the standard model، الذي يتكلم عن الجسيمات الأولية والتفاعلات بينها، والذي يعني هذا الأنموذج يحكمه في الواقع نظرية المجال الكوانتمي، كوانتوم فيلد ثيوري. ولكن عندما أجريت الحسابات، يعني عندما طبقت نظرية المجال الكوانتمي، كوانتوم فيلد ثيوري، على الثابت الكوني، توصل العلماء إلى نتيجة غير معقولة مطلقا، أن طاقة الخلاء في المكان لا نهائية. طبعا هون عدلوها بطريقة لا مجال للدخول، بهذه الطريقة معقدة شوي، استعملوا ما يسمى effective field theory، ولكن حتى الافكتيف فيلد ثيوري اعطتنا رقما خياليا، 10 للقوة 120 مرة قدر ما نشاهده بالفعل. 10 للقوة 120، يعني انحراف رهيب 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 عن الواقع. الثابت الكوني اليوم يعني صغير نسبيا، فهذه الحسابات أعطتنا رقما يساوي 10 للقوة 120 مرة قدر ما نشاهده في علم. هل حل هذا الإشكال؟ لا أظن ذلك، لا أظن أنه حل. يعني المشكلة أنه كان يظن أن الثابت الكوني يساوي صفر، يعني كانت ظن العلماء أنهم يستطيعون أن يستعملوا كوانتوم فيلد ثيوري، نظرية المجال الكوانتمي، لكي يحصلوا على هذا الصفر. يعني ظنوا أنه هناك أرقام متعاكسة بالنهاية تعطينا النتيجة صفر، ولكن عندما وجد كمية، لكن كمية صغيرة لي أو مقدار صغير للثابت الكوني، هذه صارت أصعب بكثير المشكلة. يعني ليس يعني لا هو صفر ولا هو 10 للقوة 120 مرة قدر ما نقيسه. يعني لاحظوا، يعني كان من الممكن تفسير هذه المسألة لو كان صفرا أو ضخما جدا، ولكنه لا هو ضخم جدا ولا هو صفر. فهذه مشكلة ما زالت قائمة، لأنه مهم جدا هذا الثابت الكوني. هذا الثابت الكوني هو مسؤول عن تسارع التمدد، لدينا تمدد تسارع. ثم هناك مسألة أخرى مرتبطة بالثابت الكوني، هل الثابت الكوني يتغير؟ هل هو ثابت فعلا؟ أم هل يتغير مع الزمن؟ هل يتغير مع عمر الكون؟ هل مثلا يصبح أكبر؟ هل يصبح أصغر؟ هل مثلا يتحلل؟ ماذا يحصل له؟ لا ندري تماما. هل يزداد؟ هل يقل؟ هل يصبح صفرا بالمستقبل؟ هل يصبح سالبا؟ يعني هو الآن إذا اعتبرناه موجبا اليوم، هل سيصبح سالبا في المستقبل؟ وكيف سيؤثر ذلك على مستقبل الكون؟ هذه كلها أسئلة مطروحة، ولكن ليس هناك إجابات شافية عليها. طيب، هذه إذن أول ما يتعلق بالثابت الكوني. الثابت الكوني مشكلة فيه إشكالية كبيرة، فيه إشكالية كبيرة بمعنى الكلمة. طيب،
أولا إذا هذه الإشكالية. الآن نأتي إلى إشكالية ثانية، وهو عندما فحصت الأنتروبي. والآن سأحاول أن أعطي تعريفا سريعا للأنتروبي للكون في مراحله الأولى. الأنتروبي اللي هي درجة، خلينا نحكي درجة العشوائية في نظام ما، يعني أو درجة الانتظام في نظام ما، درجة الترتيب أو اللا ترتيب في نظام ما. هذه هي الأنتروبي اللي موجودة في الواقع في علم في الثيرموديناميكا. ف الأنتروبي للكون، ما هي الأنتروبي للكون وكيف تتطور؟ يعني هل كان الكون مرتبا بالأصل ثم أصبح أقل ترتيبا مع الزمن، أم العكس، أم ماذا؟ لأن الشيء المدهش أنه حسب نظرية البيج بانج فإن الكون كان مرتبا جدا، الأنتروبي كانت صغيرة جدا. الأنتروبي كانت صغيرة، أي إن الكون بدأ مرتبا جدا ثم بعد ذلك زادت الأنتروبي، أي زادت العشوائية في الكون، أي زاد اللا ترتيب في الكون. برضو هاي غريبة، غريبة ليش؟ إنه ليش بدي بها بهذا الترتيب الكبير؟ ليش الأنتروبي صغيرة جدا في الأصل؟ لماذا؟ المفروض أن لا تكون، المفروض أن لا يبدأ بأنتروبي صغيرة وإنما أن يبدأ بترتيب، المفروض أن يبدأ باللا ترتيب، المفروض أن يكون عشوائيا منذ البداية. لا، لماذا بدأ الكون بهذه الصورة المرتبة؟ لماذا بدأت الأنتروبي بهذه الصورة؟ طبعا هذه أشار إليها بصورة جلية الفيزيائي والرياضي العظيم روجر بنروز. وحاول روجر بنروز مؤخرا آخر سنتين ثلاثة أن يبني أنموذجا سايكليك أو سيكليك، يعني أنموذجا دوريا في الكون. يعني قال إن الكون يدوم مثلا لتريليونات السنين ثم يبدأ من جديد ويدوم لتريليونات سنين أخرى ثم يبدأ من جديد وهكذا. نظريته صعبة، لن أدخل فيها، لن ليس في هذه المحاضرة على أي حال، لن أتطرق إلى، لن أتكلم عنها بالتفصيل. ولكن روجر بنروز شعر بفداحة هذه الحقيقة، ولذلك أراد أن يعالجها بأنموذج ذكي جدا لكن رياضي أكثر منه فيزيائيا. بس المشكلة موجودة، لا أظن أن العلماء وجدوا حلا لهذه المشكلة الكبيرة. الآن نأتي إلى مسألة أخرى، لا أسميها مشكلة، ربما كانت إنجازا. الآن أنا قلت إنه إشعاع الخلفية يتسم بدرجة عالية جدا من التجانس، وهذا صحيح، ولكن ليس تجانسا كاملا. عندما ازدادت دقة القياسات لهذا الإشعاع في التسعينيات وفي الألفية الجديدة زادت بشكل كبير. يعني مثلا يعني أطلقت أقمار صناعية ساتلايتس لقياس، لمزيد من الدقة في القياس، في قياس هذا الإشعاع. مثلا كوبي، القمر الصناعي كوبي، ثم دبليو ماب، ثم بلانك ساتلايت. هذه الأقمار الثلاثة في الواقع، هذه الساتلايتس الثلاثة أعطتنا مزيدا من الدقة لتوزيع الطاقة في إشعاع الخلفية. وتبين بأنه رغم تجانسه الهائل لكن هناك قدر من اللا تجانس يساوي 1 على 100 ألف، يعني تغيرات طفيفة جدا ولكنها موجودة بدرجة الحرارة. يعني بقاع تكون درجة الحرارة أكبر من بقاع أخرى ب1 على 100 ألف. طبعا صغيرة جدا هذه التذبذبات، صغيرة جدا هذه الانحرافات، صغيرة جدا ولكنها موجودة. وطبعا العلماء ركزوا على هذا اللا تجانس، لا تجانس صغير جدا جدا ولكنه مليء بالمعلومات، مهم جدا جدا. الآن كل البحث
في هذا المجال يتركز بالواقع على هذا اللاتجانس الصغير جدا جدا. الآن بدأوا يدرسون هذا اللاتجانس من أوجه عديدة. طبعا علينا أن نتساءل ما هو مصدر هذا التجانس. أولا هذا اللاتجانس عد هو بذور المجرات، بذور المجرات. يعني هذا اللاتجانس في السي ام بي في إشعاع الخلفية اللي هو اللاتجانس في المادة التي أصدرت السي ام بي، هذه التذبذبات إن شئتم، هذه الانحرافات هي المسؤولة عن تكوين، لاحقا عن تكوين المجرات وعن التوزيع الذي نشاهده، توزيع غريب عجيب للمجرات. يعني الآن توزيع المجرات في أساسه كان هذا توزيع الانحرافات هذه، في توزيع الذبذبات هذه. فالتفسير الآن خصوصا التفسير الذي أعطته نظرية التضخم الانفليشنري ثيوري، هي أنه في المراحل الأولى، يعني في مرحلة الانفليشن أو قبل مرحلة الانفليشن، كان هناك تذبذبات كوانتمية. نحن نعلم أن الكوانتم ميكانيكس دائما يؤدي إلى تذبذبات في المجالات، في مجالات المادة. فهذه كانت تذبذبات كوانتمية، لأن الكوانتم ميكانيكس كما نعلم ليس يعني ليس تحديديا 100%، وإنما دائما بيكون في تذبذبات فلكتشويشنز في المجالات الكوانتمية. المجالات الكوانتمية مليئة بالانحرافات، مليئة بالتذبذبات بالفلكتشويشنز. فقالوا إنه هاي كوانتم فلكتشويشنز في المجالات التي كانت موجودة في هذه المراحل الأولى جدا من عمر الكون. فهذه الذبذبات لكن في الواقع عمل الانفليشن التضخم على مطها وتضخيمها بشكل رهيب، لأنه كما رأينا الانفليشن ضخم الكون بشكل رهيب في برهة وجيزة جدا، وهو لذلك هو في الواقع عمل على مط هذه بسرعة كبيرة، عمل على مط هذه التذبذبات، هذه الفلكتشويشنز، مطها بشكل كبير وكبرها إلى حد كبير. وهذه الفلكتشويشنز هي بذور المجرات. يعني إذا هذه أهميتها أنها في الواقع تعبر عن توزيع المجرات، تعبر عن انحرافات في تجانس المادة، وهذه الانحرافات طبعا أدت إلى تغير في المجال الجاذبي، لأنه في كثافة المادة، كثافة المادة هنا اختلفت عن كثافة المادة هناك ولو قليلا، لكن هذه الانحرافات البسيطة جذبت مزيدا من المادة نتيجة الجاذبية، فتشكلت بذور المجرات والنجوم في الواقع. فبالتالي المفروض أن يعكس توزيع المجرات في الكون هذه التذبذبات الكوانتمية، هذه الكوانتم فلكتشويشنز. فعلا فكرة هائلة إنه تصوروا إنه يعني كل هذه المجرات التي نراها، نحن نرى حوالي تريليوني مجرة الآن، يعني يستطيع العلم أن يكشف عن في الكون المرئي عن حوالي تريليوني مجرة، أعداد كبيرة من المجرات موزعة بطرق معينة على شكل بأشكال متنوعة. وهذه النظرية تقول إن توزيع المجرات يعكس، هو عبارة عن الكوانتم فلكتشويشنز الأولى، الكوانتم فلكتشويشنز تضخمت حتى أخذت شكل هذه المجرات والكلسترات المجرات إلى آخره. فهذه إنجاز كبير للنظرية، وإنجاز كبير ليس للبيج بانج وحده، وإنما لنظرية التضخم للإنفليشنري سيناريو. من دون شك أنه إنجاز كبير، وما زالت هناك أبحاث عديدة. يعني هناك هذه التذبذبات التي نراها في سي ام بي في الإشعاع الخلفية، في هناك جوانب من هذه التذبذبات ما زالت خاضعة للدراسة، وما زالت النظريات تتنافس معا لكي تفسر
كيفية هذه التذبذبات. هناك جوانب معقدة لهذه التذبذبات ولهذه الانحرافات، والآن العلم يحللها، ثم النظريات تتنافس معا لكي تفسرها. بعض يعني الانفليشنري سيناريو أو الانفليشنري ثيريس في أكثر من نظرية تضخم واحدة، في أكثر من نظرية واحدة، بعض هذه النظريات يعني يؤكد على أن يعني أو أصحاب هذه النظريات يؤكدون على أن نظريتهم استطاعت أن تفسر تماما هذه الملامح، ملامح هذه التذبذبات وهذه الانحرافات. لسنا متأكدين من ذلك، ولكن هناك شغل مهم جدا نظري وعملي على هذه المسألة، نظري وعملي أيضا. طبعا في نظريات أيضا غير الانفليشن تتنافس مع الانفليشن، لم نأخذها، لم نتكلم عنها حتى الآن، ربما في المستقبل سأتكلم عنها، ولكن هذه النظريات تطرح نفسها وتحاول أن تفسر هذه التذبذبات وهذه الانحرافات في تجانس مادة الكون في عندما انبعث إشعاع الخلفية. فبرضو هذه يعني نتيجة مذهلة، إنه نحن كل هذا التوزيع، يعني هذا التوزيع عشوائي جدا، توزيع المجرات، ولو أنه جميل ونستطيع أن نحدده، ولكنه عشوائي جدا في الواقع، ويعكس عشوائية الكوانتوم فلكتشويشنز، التذبذبات الكوانتمية أو الانحرافات في التجانس، الانحرافات الطفيفة في التجانس. هي طفيفة جدا لولا التطور الهائل في أدوات الكشف، في الأقمار الصناعية، في التلسكوبات إلى آخره، تطور مذهل بحق. لما استطعنا أن نتكلم، لما رأينا هذا اللا تجانس، لأنه لا تجانس صغير جدا، يعني يساوي 1 على 100 ألف فقط، فهو صغير جدا هذا اللا تجانس، ومع ذلك هذه الأدوات وهذه الأجهزة كشفت عن هذا اللا تجانس. وهذه نظرية مذهلة، وتضع الكوزمولوجي في مقدمة العلوم. هو علم دقيق الآن، لأنه لدينا مشاهدات دقيقة جدا مرتبطة بنظريات صارمة جدا، فهذا ميزة العلم الدقيق، وهذه نجدها في علم الكون. فعلم الكون ليس مجرد كلام أو تأملات، وإنما هو علم دقيق، وصل إلى هذا الحد من العلمية إن شئتم. فهذه أيضا مسألة مهمة. إذا نحن تكلمنا عن الثابت الكوني وإشكالاته، وتكلمنا عن الأنتروبي وإشكالاتها، والآن تكلمنا أيضا عن اللا تجانس في سي إم بي، اللي هو مهم جدا، ويعطينا معلومات لا حصر لها حول تشكل الكون وحول بداية الكون إلى آخره. وطبعا هناك أيضا دراسة كبيرة من جانب الفلكيين لتوزيع المجرات في الكون، دراسات يعني عديدة ومهمة جدا في الواقع، وهناك مقارنات بين ما يشاهد من مجرات اليوم مع التذبذبات أو اللا تجانس في السي ام بي. بحب بس أتناول نقطة أخيرة مهمة. تذكروا انه تكلمت عن مفارقة اولبرز التي طرحها اولبرز عام 1824، عندما نظر يعني تصور، وضع نموذجا لا نهائيا للكون، وان النجوم تتوزع فيه بصورة متجانسة تقريبا الى ما لا نهاية، وان هذا قاده الى استحالات، انه المفروض ان لا تكون السماء مظلمة في الليل، وإنما أن تكون مشعة، إما بإشعاع لا نهائي أو على الأقل بإشعاع يساوي إشعاع سطح الشمس، وهذا ما لا نشاهده. فهذه سميت مفارقة أولبرز، لأنه في الفيزياء الكلاسيكية، في فيزياء نيوتن، المادة المتناهية الامتداد تخلق إشكالات لا أول لها ولا آخر، والمادة اللا نهائية الامتداد أيضا تخلق إشكالات واستحالات كبيرة. ف ما حل هذه
مفارقة أولبرس. طبعا يعني برز في القرن العشرين أن الذي يتوزع بصورة متجانسة هو ليس النجوم وإنما المجرات. يعني أولا اكتشاف المجرات، واكتشفت المجرات، واكتشف أنها إلى حد كبير من الدقة تتوزع في الواقع بصورة متجانسة على الصعيد الكوني طبعا، وليس على الصعيد الأصغر من الصعيد الكوني. على الصعيد الكوني هي في الواقع تتوزع بصورة متجانسة تقريبا، متجانسة من حيث الاتجاه ومن حيث الكثافة، أي أن الكثافة لا تتغير كثيرا إذا انتقلنا من بقعة كونية إلى بقعة كونية أخرى، أو إذا نظرنا في هذا الاتجاه أو ذاك. الكون يبدو متجانسا من حيث الاتجاه ومن حيث الكثافة. فهكذا إذا طرحت المسألة في القرن العشرين. وكيف حلينا هذه مشكلة أولبرز أو معضلة أولبرز؟ في الواقع حليناها أنه أولا حل أولبرز أو حسابات أولبرز لم تأخذ بعين الاعتبار تمدد المكان الكوني وابتعاد المجرات عن بعضها بعضا. هذا في الواقع أولا الكون عمره محدود حوالي 14 مليار سنة، فالضوء يأتينا فقط من 14 مليار سنة، لا يأتينا من الماضي السحيق مما قبل ذلك، ما فيش قبل ذلك 14 مليار سنة. وهذا يفسر ليش ما في هذا الضوء الساطع. ثانيا لما تبتعد المجرات عن بعضها بعضا هذا يؤثر على شدة الضوء التي تصلنا، كلما كانت المجرة أبعد زادت سرعتها، لاحظوا زادت سرعتها، وهذا يؤثر على شدة الإضاءة التي تأتي إلينا، تقلل كثيرا من شدة الإضاءة التي تأتي إلينا. نقطة ثالثة إنه ما كانوا يعرفوا إنه أن النجوم تلد وتموت. في القرن التاسع عشر، في القرن العشرين اكتشفنا أن النجوم لها أعمار محدودة، بعضها حوالي 100 مليون، بعضها 200 مليون سنة، بعضها مليار سنة، شمسنا 10 مليارات سنة، يعني بالمليارات من عدم، لكن لها أعمار محدودة، فهي محدودة الأعمار، فلا نستطيع أن نتكلم عن النجوم أنها تشع باستمرار، كلها في آن واحد تشع باستمرار بصورة متصلة، لا، لأنه يعني تلد وتموت، فتنطفئ، يعني تلد تشع وتنطفئ، تشع وتنطفئ. هذا أيضا عامل مهم في التقليل من الأشعة التي تصل إلى السماء. ونحن نعلم اليوم أنه إشعاع الخلفية، يعني انبثق إشعاع ضخم في المراحل الأولى من عمر الكون، ولكن مع تمدد الكون خف كثير هذا الإشعاع لدرجة الآن يأتي بدرجة حرارته لا تتجاوز 2.7 بالعشرة درجة مطلقة، يعني لا شيء في الواقع. فبالتالي يعني هذا كله يدل على أن يعني هذا يحل مفارقة أولبرز. وبالفعل أجريت حسابات دقيقة على كل هذه العوامل، أي على مسألة التمدد، ومسألة أثر التمدد على شدة الضوء، مسألة عمر النجوم إلى آخره، كل يعني تمت حسابات دقيقة على هذه العوامل، وتبين بالفعل أن السماء ينبغي أن تكون مظلمة في الليل. هكذا حلت نظريات القرن العشرين، حلت معضلة أولبرز التي كانت مستعصية على الحل في القرن التاسع عشر الميلادي. إذن نحن يعني عالجنا هذه، خليني أحكي الانتصارات للنظرية والصعوبات، وممكن في فيديوهات قادمة أن أتناول نظريات أخرى للكون، بالإضافة إلى مسألة النجوم، نظرية النجوم يمكن أن نتطرق إليها. فإلى اللقاء في فيديو قادم.